كتبت عيد الثورة 28 نوفمبر 1954 ونظرا للذكرى 65 هذه السنة، تشارك مديرية الحماية المدنية ولاية غليزان في هذا الاحتفال بهذه الذكرى على مستوى كل الوحدات. أول نوفمبر أول هو رسالة، هو 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 منهاج، هو هو فخر للجزائريين، وإحنا كجمعية متواجدين هنا مع الشباب هادو، مع الأطفال ومع مع الشياب، باش نعطوا رسالة، باش نحافظوا على الأمانة اللي عطاوها لنا الشهداء. جيتنا نفتل في الطعام للجنود، نخبز في الكسرة ونطيف القهوة، نوض في الجندي وخفت الحليبان، يا ولدي كيساجي وفي الجبل كيرامي، اقتل الجودام زاد الفسيان حذاه. إرى بلاد الأحرار، الجزائر لا تركع لأي وطن، الجزائر مسقية بدماء الشهداء، الجزائر الزكية، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وتحيا الجزائر.